بقالك قد ايه بتلعبي كوره؟ بقالي كده 5 سنين بلعب كوره. 5 سنين. اول حاجه ابتديتي فيها تلعبي كوره كان فين؟ انا من طول عمري في ايمز، مشيتش من ايمز ودلوقتي بقينا نادي الجون. طيب بصي، انا عارفه ان انت مش بتحبي تعرفي خلفيتك بتاعه العيله يعني كرويه، بس اكيد ده فادك، يعني اكيد فادك ان انت طلعتي في بيئه كلها كرويه. فقولي لي بقى، ده انت من وانت صغيره مثلا بتحبي تقعدي تسمعي تتفرجي على الماتشات، تسمعي تحليل الكوره، تتفرجي على بابا في البرنامج، ولا يعني الاجواء دي اكيد برضو ساعدتك ان انت تلعبي كوره؟ انا طبعا هو ده اللي حببني في الكوره، ان لقيت عيلتي كلها، اخويا بالذات لقيتهم بيحبوا الكوره، بيقعدوا في البيت يتفرجوا على الكوره، فانا طبعا ده اللي حببني في الموضوع ودخلني في الموضوع. بس انا فعلا ما بحبش اتكلم عن الموضوع ده. بس انا طبعا لو عندي مشكله مثلا في الملعب، مش فاهمه حاجه في الملعب، طبعا هروح يعني اسال، ودي حاجه طبعا بتساعدني جدا، بس ما بحبش استخدمها كتير، يعني هي بس كده سؤال، انا حاجه مش عارفاها في الملعب في اللعب كده بس. طيب احنا عارفين طبعا انه بدايتك مع الكوره ما كانتش سهله قوي، مع والدك كان معاند شويه او ما كانش عايزك تلعبي كوره، ووالدتك هي اللي كانت بتسابورتي وكانت بتروح معاكي وكانت هي يعني موافقه جدا ان انت تلعبي كوره. احكي لنا بقى عن الفتره دي. انا طول عمري بحب العب كوره اكتر من اي رياضه، كنت بلعب تنس، قعدت مثلا 5 سنين بلعب تنس، بروح هناك في التمرين اقعد انطط بكره التنس، اقعد العب مع مدرب، اقعد اكلم على ماتشات الكوره، هو اصلا يقعد ينبسط بيا يقعد يلعب معايا كره التنس. بس فانا اصلا كنت طول عمري عايز العب كوره، بابايا ما كانش راضي، هو اصلا ما كانش عارف ان بقى في كوره نسائيه في مصر، ما كانش عارف في دوري، ما كانش عارف في اي حاجه، وما كانش راضي خالص بالموضوع. قعدت طبعا مش عارفه ازن، قعدت ازن على مامتي وقعدت اقول انا عايز العب عايز العب، لحد ما هي بقت بصراحه بتسبورتني في الموضوع، هي اللي كانت بتيجي معايا وكانت بتساعدني. بعدين انا بقى مره كنت بلعب في الساحل كوره مع صحابي، كنت بقى مع اولاد، وبعدين محسن اللي هو من كوفاندرز ايمز شافني، وبعدين اخدني بقى العب معاه، ومن ساعتها بقى اكلم بابايا قال له احنا اكاديمي، وشرح له الموضوع كله، بس ومن ساعتها انا معاهم وبقت شعط في السيم وبنلعب دوري. يعني هو كرياضي، يعني احنا طبعا ليلى يعني بنت كابتن سيف زاهر كرياضي، طبعا يمكن كان قلقان عليكي شويه من الاجواء، من ضغط العصبي بتاع الكوره، وبرده مش متقبل فكره ان بنت تلعب كوره. هو طبعا المشكله ما كانتش في اللي انا بنت وكده، هو المشكله اللي هو ما كانش عارف ان الموضوع كان فيه حتى ناس مهتمه بيه في مصر، هو كان بالنسبه له الموضوع ما فيش اصلا كوره نسائيه في مصر، اصل اي حد ما بيسمعش عن الموضوع، ما حدش يعني ما فيش ناس كتير عارفه. هو بقى لما لقى اللي انا لما روحت بدات اتمرن وشاف ان انا كويسه وشاف ان انا فعلا مهتميه بالموضوع، وفي البيت اكون اللي هو مهتميه وشايف ان انا عايزه اكمل العب، فهو من ساعتها طبعا هو بيشجعني وبيساعدني، اكيد عمره ما قال لي لا.